اللي غادي نقول لإخوان الأخوات، هذا هو التنجم. أنا حاليا غادي نشرب، هاتوا معايا، هذا هو التنجم. وغادي نمشيو للمحكمة، والله ما بغيت نديب التنجم يمين والله. ما بغيناش الحكم القضائي يكون فيه تنجم، لا. بغينا اجتهاد قضائي. أنا بغيت اجتهاد قضائي. إذا كان الحق هاد الجمعية هادي تحل مركز الوطني لحقوق الإنسان، أنا غادي ندير جوج جمعيات، العشرات الجمعيات عندي أصدقائي ومتضامنين، وغادي نمشيو نديرو دعاوي نحلو الأحزاب، نحلو الجمعيات ديال العدل والإحسان، ونحلو حزب البام، ونحلو هذاك الحكم القضائي اجتهادي. مادام هاد الجمعية ما عندها الصفة وما عندها مصلحة ولا حق لها، حنا بغينا داك الحكم اللي بغي يحل المركز الوطني، حتى حنا بغينا نديرو نجيبو 1000 جمعية ونديرو دعاوي قضائية ونطالبو بحل النقابات والأحزاب كاملين، ونحلو الجمعيات اللي تستافد من المال العام، والجمعية ديال اتحاد مقاومة المغرب حتى هي راه، ونحلو الجمعية ديال